قدم صباح اليوم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي جبرين حسين مرسال قدم حديثا صحفيا تطرق فيه لأهمية إقامة صالون الطالب الإفريقي بالنسبة للشباب. نستمع إلى ما جاء في حديثه. حزبنا اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين EDS بقول مسرور بنظمين عن أول صالون الدولي للطلبة الأفارقة الكان نظمه في جنبنا عاصمة جمهورية تشاد. ونظمين الصالون ده بوصف قدر المسائل الكبار عن الدولة قدم بنتو أهمية كبيرة للشباب والطلبة الأفارقة بصفة أما والشباب والطلبة التشادين بصفة خاصة. عشان ده بس يزيبنا EDS بقول الحكومة بواسطة عن الوزارة عند الشباب كان دربت كثير من الشباب في سوين عن المشاريع وأنطتهم ديون لعشان ينفذوا فوق مشاريع حقهم وده اللي يقربوا فوق نفسهم. وقد تقاتل عشان تحسن الأعمال الجامعية ودلي عشان تسهل الظروف عن القراية والظروف عن الحياة عن الطلبة التشادين. في ده يجبنا EDS بطلب من كل الشباب بصفة أما والطلبة بصفة خاصة خلي يبقوا حاديين وينطوا مثل أديل ويقوموا بتصرفات أديلة عشان هم بس البديل أنا أم باكر والشات كمان حقتهم لازم يفكروا فوقها.